الدجاج ب500 دينار والبيض 25 دينار. الأسباب والحل في أجداد الدواجن. تتزايد أسعار اللحوم البيضاء والبيض كل يوم في الجزائر رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بالإعفاءات الضريبية الموجهة إلى شعبة الدواجن، وبلغت أسعار الدواجن إلى 500 دينار، فيما بلغ سعر صفيحة البيض 660 دينار. ويعود ارتفاع الأسعار إلى العديد من الأسباب التي يراها المختصون بالغة الأهمية، ومن الضروري إيجاد حل لهذه المشاكل. وقبل بداية هذا الفيديو، اشترك في القناة وفعل جرس إشعارات واضغط على زر لايك لهذا الفيديو. ومن جهته يقول المختص في شعبة الدواجن لعلي بوخالفة إن سبب ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء راجع إلى عدم احترام برنامج أمهات الدواجن، كما أرجع المتحدث السبب في تصريح إلى غلاف الأعلاف، مشيرا إلى ضرورة إيجاد حل إما بالدعم أو استعمال المواد الأولية عوض المواد المستوردة المتمثلة في الذرة الصفراء والصوجة. وذكر لعلي أيضا أن من أسباب ارتفاع الأسعار هو انتشار الأمراض المعدية كالإنفلونزا الطيور، والتي تتسبب في وفيات بمستويات مرتفعة في بعض الأحيان لتصل إلى أكثر من 80%، كما أن عدم تطبيق التقنيات الحديثة في تربية الدواجن، يضيف المتحدث، يسبب ارتفاع الأسعار. وأشار لعلي إلى وجود حلول لهذه المشاكل قائلا من المفروض على المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة الاستثمار في أجداد الدواجن للتحكم في أسعارها. أما بالنسبة للأعلاف، يضيف المتحدث أنه يجب التفكير في إنتاج مواد محلية، أشعير الخرطال، نواة الزيتون. اشترك في القناة وفعل جرس الإشعارات واضغط على زر لايك لهذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.